مشاهدي قناة شوف تي في، مساء النور عليكم. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من العاصمة الإسماعيلية مكناس. نتمنى وسمعكم اخبار الخير. اعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء 5 غشت عن تسجيل 1238 حالة اصابة جديدة مؤكدة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة الاصابات بالفيروس في المغرب 28000 حالة و500 الى حدود الساعة السادسة، الى حدود الساعة السادسة من مساء يوم الاربعاء، اي الى حدود الساعة مشاهدي قناة شوف تي في، سجلت 1283 حالة، بها وصلت الحصيلة 28000 حالة و500. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 1,333,000 حالة و50 مستبعدة، أي هذا الرقم المهول اللي هو 1,333,000 حالة و50 عفوا، كلهم كانوا شاكين في راسهم أنهم فيهم الأعراض ديال فيروس كورونا، والتجأوا إلى المستشفيات وداروا التحليلة المخبرية اللي عطات نتيجة سلبية والحمد لله. إذن وأفادت المصادر، طبعا هذا الرقم على المستوى الوطني، وافادت المعطيات الرسميه بان الفتره نفسها عرفت تسجيل 18 حالات وفاه، ليصل عدد المتوفين بسبب جائحه كورونا الى 435. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، وصلت عدد ديال شهداء فيروس كورونا الى 435، اي 435 أسرة مكلومة، 435 أسرة فقدوا شخص عزيز عليهم. فآخر يعني خبر توصلنا به هي وفاة رئيسة القسم الممرضين بمراكش، للطبيبة الممرضة اللي وفاتها المانية ليلة البارحة، كانت شهيدة المهنة ديالها. فنتمنوا من الله العلي القدير انه يرحمها ويرزق الاهل ديالها الصبر والسلوان. اذا كيف ما شمعتوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، ان عدد الحالات الجديده وصلت كما قلت وصلت ل 1283، عدد الوفيات وصلوا ل 435. اما بالنسبه للاشخاص اللي تعافوا او لا صحيح، بالنسبة للأشخاص اللي تعافوا وصلت 19000 حالة و934، نتمنوا الشفاء العاجل لباقي المصابين، ونتمنوا من ربي العلي القدير أنه يرفع علينا هذا الوباء يا رب العالمين. لهذا تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية و انخراط التدابير الاحترازيه التي تخطها السلطات المغربيه بكل وطنيه ومسؤوليه. اذا هذه الارقام اللي هي حقيقه ارقام مهوله، ارقام مخيفه، ارقام كتدل على انه الحاله الوبائيه بالمملكه المغربيه تدعو الى القلق يعني. فهذا عطينا تعليقكم، واش كظنوا اننا غنرجعوا للحجر الصحي في المملكه المغربيه كامله من بعد ما كنشوفوا ان هذه الارقام اللي ما كتبشرش بالخير؟ فباش انك 24 ساعه تسجل 1283 حاله، فهذا رقم مهول بزاف بزاف بزاف. هادشي راه ما غادي يقدوهم لا مستشفيات ولا احياء ديال الجامعات ولا. فنتمنوا اننا نتاخذوا الحيطه والحذر، نتمنوا اننا نديروا يد في يد ونتغلبوا على هذه جائحه كورونا، ونحاولوا اننا ناخذوا الموضوع بجديه. فحقيقه انا عرفت ناس اللي قالوا يعني واخدين الموضوع باستهتار، لكن من بعد ما شافوا اقرب ناس ليهم كيتعذبوا بسبب هذه الجائحه، كيتعذبوا بسبب هذا الفيروس اللعين، كيتعذبوا بسبب حرب. يعني الان كتشن علينا حرب فيروسيه اللي باش غادي نقدروا اننا نخرج منها منتصرين هو المزيد من الحيطه والحذر، والوقايه خير من العلاج، ونحاولوا اننا ناخذ التدابير الاحترازيه اللي هي وضع الكمامات، مسافه الامان، دائما التعقيم. فانا كنت كنلاحظ
انا حتى التعقيم ما بقيناش كنديروه بزاف كيف ما كنا، يعني في الايام الاولى ديال انتشار الفيروس كنا كتلقى كنا مسوسين، كتلقى التعقيم عندك في الباب في الدخله في الخرجه، لي باغا فارماسي ديما عليهم الزحام الدحاس. الان شفنا ان بحال عينا، ومن عينا حنا كنشوفوا النتائج هما الارتفاع المهول ديال العدد ديال الحالات ديال الإصابة بكورونا. بالنسبة للمتتبعين القناة اللي عاد التحقوا بنا وكي بغين يعرفوا الحصيلة، فنشوفوا الحصيلة ديال الجهات فاس مكناس، آخر حصيلة اللي أعلنت عليها وزارة الصحة أو مندوبية الصحة التابعة لجهات فاس مكناس. فمدينة جهة فاس سجلت 199 حالة، فاس بوحدها 110 الحالات، مكناس 25 حالة، مولا يعقوب 12 حالة، تاونات 0 حالة، صفروت 140 حالة، الحاجب 0 حالة، تازة 0 حالة، بولمان 3 حالات، إفران حالة. هادو هي الحصيلة اللي سجلات جهة فاس مكناس. بالنسبة لنا حنا كساكنة ديال مكناس، ففي حدود الساعات سجلت عندنا 25 حالة. فنتمناو من الله العلي القدير أنه يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه لمجاريها، ونتمناو أننا ما نوصلوش لمستوى نتاع يتعلن حالة الطوارئ والحجر الصحي من جديد، لأننا عانينا منه بزاف، وعينا وتقهرنا، وحقيقة عطى الأكل ديالو. فالحجر الصحي اللي كنا متزنين به عطى الأكل ديالو، ولكن من بعد ما تم الرفع ديالو تدريجيا أو لا ترفع الحجر الصحي تدريجيا، حنا شفنا عاوتاني العدد ديال الإصابات رجعوا وارتفعوا بشكل خطير. على كل حال نتمناو الشفاء العاجل لكل المصابين، ونتمناو من الله العلي القدير أنه يرفع لنا هذا الوباء في القريب العاجل. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تيفي، نقول لكم دمتم بألف خير وإلى اللقاء.